الإسلام ليخلق خطاب عالمي من أجل تعزيز السلام والتعايش بين بني البشر، ويغير في ذوات البشر طبائعهم الأنانية ليصبحوا أصحاب رسالة عالمية محبة للخير لكل فرد، ويخلق رابط بين الإنسان والكون في إطار فكر بيئي كوني يحافظ على الأرض ومواردها إلى مضيق باب المندب. دولة عربية صغيرة في مساحتها وعدد سكانها، لكنها من أهم الدول اللي تعاقبت عليها حضارات واحتلال خارجي بسبب موقعها الاستراتيجي. فيها أكبر احتياطي للملح في العالم، وهي ثالث أكبر مسطح مائي مالح في العالم. مشروع اليوم فتح آفاقاً أمام الكثير من الناس هناك، وحدات سكنية بقيمة إجمالية تقدر ب7 ملايين دولار. مع الاستمرار في تكرار المشروع في مناطق عدة ولمدة 10 أعوام إلى بلدة بالبالة جنوب العاصمة جيبوتي، رحلتنا اليوم. نقف اليوم وكلنا فخر أمام مشروع الألفية الجديدة، مشروع حول واقع المدينة ولبى احتياجات السكان في حي بالبالة. خليني أسألك اليوم مهندس محمد عن مساحة المشروع وطبيعة المشروع نفسه. Bon, ce projet de 120 logements est un projet qui est financé par les fonds saoudiens de développement et le gouvernement djiboutien aussi a investi pour le reste, à savoir le VRD, la route, les routes qui ont été construites et les terrains de sport ainsi que l'aire de jeu. Et puis il y a aussi la plantation des arbres qui ont été réalisés par le gouvernement djiboutien. Et la superficie du site est de 4 hectares. Ce qui était suffisant pour réaliser un tel projet qui réussit parce que nous avons aujourd'hui les Djiboutiens qui habitent à l'intérieur. خلينا نسألك ليش اختاروا المشروع يقام في هذه المنطقة؟ Ce que nous avons fait, c'est que nous utilisons un espace qui est un peu très loin des centres-villes et nous avons plusieurs projets qui sont environnants. Ici, nous avons le projet des 120, nous avons le projet des 540 ainsi que derrière, nous avons le projet des 440 logements. C'est un nouveau espace qu'on est en train d'exploiter pour permettre aux Djiboutiens d'avoir des nouveaux logements. عدد السكان 1 مليون نسمة، لكن الدولة تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة. مساحة جيبوتي 23,000 كيلومتر مربع بحجم مدينة صغيرة، لكن موقعها الاستراتيجي فرض عليها ظروفا سياسية على مر التاريخ، والذي أخر تقدم وتطور المدن فيها. هذا المشروع لم يكن لينفذ على أرض الواقع لولا تضافر الكثير من الجهود.
طيب يعني معلومات فعلا جميله مهندس. خلينا نستعرضها مع المشاهدين. اليوم معانا مهندس مجدي. مهندس مجدي ما شاء الله انت اليوم كلمنا عن المشروع كاملا، متى بدا المشروع؟ انتهى منذ 4 سنوات. ممتاز. وكانت مدته لمده 2 سنين. جميل. تم تنفيذ المشروع فيها مده يمكن طويله شويه، ولكن طبيعه الارض هنا الصخريه هي اللي بتكتبها، فتحتاج منكم وقت. طبعا تاخذ وقت اطول يعني. ممتاز. يعني اليوم مدة تنفيذ المشروع سنتين. أخذت منكم سنتين. سنتين. جميل. طب خلينا أكلمك اليوم على تكلفة المشروع. المشروع 7 مليون دولار. الأماكن الترفيه زي ما أنتم شايفين في التصوير، يعني في حدائق، في ملاعب أطفال، في ملاعب كرة. كرة قدم. ممتاز. نعم. طيب والجودة اليوم خلينا نقول على المباني مهندس. الجودة هنا الحقيقة المشروع يتميز بالجودة العالية من ناحية التشطيبات الداخلية ومن ناحية التشطيبات الخارجية. ممتاز. من ناحية المساحة الشقق. ممتاز. هذه تعتبر مساحة، مساحات متميزة جدا، يعني محاولين تكون الشقة مريحة، وبرضو المواقف مثل ما ذكرت، مواقف سيارات. نعم طبعا. لكل شقة موقف سيارة يكون. نعم. ولا موقفين؟ لا في وأكثر. ممتاز. نعم. مساحة الخلية مساحة كبيرة الحقيقة. ٢٦ مليون ريال سعودي، تقريبا 7 ملايين دولار تكلفة تنفيذ المشروع في مرحلته الأولى. تمويل سخي ومشاريع ذات أثر كبير. اليوم الصندوق السعودي للتنمية حرص أن يكون المبنى على أكمل وجه، خلينا نقول أعلى جاهزية. فاليوم ما شاء الله تبارك الله المباني يعني هي عبارة عن طوابق، فأنا أبغاك تعطينا تفاصيل أكثر من داخل المبنى. يعني هو المشروع 120 وحدة سكنية متفرعين على 60 شقة F3 و 60 شقة F4. مساحة F4 115 متر مربع. ممتاز. مساحة F3 90 متر مربع. هذا دون احتساب يعني المشترك، السلم الداخلي. أيوة. ممتاز. وكل دور يعتبر فيه كم؟ كل هما 120 متوزعين على 10 عمارات، كل عمارة فيها تقريبا 6 وحدات. هي واحد أرضي وثلاثة طوابق. دور أرضي وثلاثة طوابق. ممتاز. الدور فيه كم شقة مهندس؟ الدور فيه 2 شقق. حلو. كل دور فيه شقتين. شقتين. الشقة الواحدة مساحتها كم؟ واحدة F4 115 والF3 90 متر. ممتاز. ممتاز. طبعا ومجهزة على أكمل وجه. مجهزة والمواصفات تبقى المواصفات العالمية، ويعني كل الإمدادات. من ناحية البوية. كله. البلاط. البلاط، الدهانات، المواسير، كل المواصفات. ممتاز. كانت وزائد برضو التكييف يعني تكون. أيوة. يعني هي الواحد ما يقدر يسوي يوصف شعوره وهو ساهم في فرحة إنسان. يا سلام. فعلا. فاليوم أنت قاعد تسعد إنسان وقاعد تقدم له شيء، الشيء هذا راح يكون بيت للعمر. أحسنكم من رسم بسمة على وجه أخيه. أن تمد يد العون لشخص ما أمر يعود عليك بالسعادة، أما أن تكون السبب في تغيير حياة إنسان للأفضل فهذا أمر لا يتكرر كثيرا في مسيرة حياتك، فاحرص أن تصنع هذه اللحظة. Thank you.
مشاريع صندوق التنمية تغير باستمرار حياة الكثيرين بشكل جذري وبطريقة فريدة. عائلة السيد أسعد واحدة من 120 عائلة استلمت مسكنها الجديد لتختلف الحياة في منظورهم بشكل إيجابي. أنا محاسب قانوني، أشتغل في شركة الحساب كمحاسب، والحمد لله هذه فرصة. كان من ضمن أرولوس اللي اسمها الأرولوس، كان شرعت إنه في هذا مشروع النظيم. بعدين والله ما شاء الله جينا وشفنا البيوت والسكن، شفت إنه كان مليح. أنا وزوجتي كان نظيف والسكن مليح، وعطوا للمزوجين كان تمام لنا، وقلنا إن شاء الله قدمنا الملف إن شاء الله نأخذ هذا. قبلوا هذا الملف. واستلمت الشقة؟ واستلمنا الشقة الحمد لله عن الجار. أيوة. الله تبارك. أيوة. الله، المشروع من هدفهم برضو انه يكون جارك يعني كويس. أيوة. كيف شفت المشروع بشكل؟ والله المشروع تمام، لان نحن ما شاء الله نحن كل الجار تجمعنا على تحت واحدة جار، كل سبت كل اثنين سبت نتواصل بيننا، نشوف ايش يحتاج ننظم وايش يحتاج نزيد. وهذا المشروع قرب ناس من كل المدن. أسعد جاي للسعودية وأخذ عمره. أيوة. وتعرفت على زوجتي. زوجتك في السعودية. في مكة. في مكة. في مكة تحت الحرم. وبعدها جيت أنت بها تزوجت. تزوجت وما شاء الله حتى من أهلها، حتى إن شاء الله نجي جيوتي. يعني ما شاء الله أنت اليوم أسعد ما شاء الله، يعني اسم على مسمى، أنت تستاهل. الحمد لله. بالعكس يعني احنا جايين هنا اليوم، يعني جايين نشارككم مثل هذه الفرحه اليوم، وانت راجل تستاهل ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله يكون منزل مبارك وسكن، يعني يكون له وجه خير عليكم. اول سكن حقنا الحمد لله، ما شاء الله سكن بعته في نونسن باي السعوديه ما شاء الله، والحمد لله زوجنا سعودي، احنا متشرفين الحمد لله. والله انه سعادة الحمد لله أنه بيت مليح وما شاء الله. Thank you.
بعض الفرح يأتي بترك الأثر. إن أنت سلكت سبلا تغير فيها حياة أخرى للأفضل، فإنك تشعر بأن أملا تدفق إلى قلبك يكفيك لمواصلة طريقك في الحياة. ليس في هذه الدنيا من شعور من بين المشاعر الإنسانية يضاهي الإحساس بالفرح بعد العطاء. أمل يخرج من المعاناة، نور يخرج من عتمة، وشمس تغيير تسطع في سماء مدن ذاقت الفقر والحرمان. من هنا نترك أثر إعمار الأرض لنعود يوماً ونتفقد الأثر. مملكتنا كانت هنا.